هو أصغر المحافظين سناً في تاريخ مصر الحديث، هو أكثر من تولى أرفع المناصب على المستويين السياسي والرياضي، صاحب فكر متقد وقلم رشيق. إنه الدكتور عبد المنعم عمارة، أحد أهم شخصيات محافظة الإسماعيلية في النصف الأخير من القرن الماضي. ولد عبد المنعم عبد الحميد عمارة بمدينة الإسماعيلية في 2 يونيو عام 37. حصل على ليسانس الأداب قسم الفلسفة من جامعة عين شمس، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة قناة السويس عام 93. اعتمد عليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات في أولى تجاربه بتعيين محافظين من الشباب، فكان عمارة أصغر من تولى هذا المنصب وأول محافظ من أبناء نفس المحافظة في تجربة حققت نجاحات باهرة. ما لا يعرفه الكثيرون أن عبد المنعم عمارة كان أحد لاعب الأهلي في الكرة الطائرة خلال حقبة الستينيات. عن انضمامه للأهلي كتب في أحد مقالاته: كان خبر ضمي للأهلي من أجمل الأخبار التي سمعتها في حياتي. فعلاً اللعب للأهلي شرف كبير، الحياة داخل النادي في الجزيرة كانت حلماً جميلاً. من أشهر تصريحاته: أشجع الإسماعيلي، أعشق كيان الأهلي. 4 عقود في خدمة الوطن جسدت شخصية عبد المنعم عمارة الفريدة، لتكون سبباً في ارتقائه لأرفع المناصب السياسية والرياضية المتمثلة في رئاسة لجنة التهجير، عضوية مجلس الشعب عن الإسماعيلية، ثم عن مدينة نصر، محافظ للإسماعيلية ورئيس المجموعة البرلمانية لمحافظات القناة، رئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب في نفس الفترة، رئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة لقارة إفريقيا، الحصول على العديد من الجوائز الدولية والأوسمة من رئاسة الجمهورية. إنه عبد المنعم عمارة، اسم ينحني له التاريخ تقديراً واحتراماً.